تمام، ارحب بالحاج عامر حسين. حاج عامر المره الثالثه، اهلا وسهلا بيك. اشكرك يا حميد، ازي حضرتك؟ في حياتي الايمن دي بقى. اهلا يا حاج عامر، ازي حضرتك؟ الله يخليك. كده شفت الصوت عشان انت كنت عايز تجيبه وانا مش موجود. قلت له انا قلت له لكن الحاج عامر مش هيتكلم الا وانا موجود. كل سنه حضرتك طيب يا حاج عامر. كل سنه حضرتك طيب، الله يخليك. طيبين كده ومصر كلها بخير ان شاء الله. انا بقيت بقول الساحر عامر حسين دلوقتي، ايه رايك؟ والله ربنا يستر ان شاء الله، يعني نحاول نعدي كل الارتباطات ديت والاجنده القويه بتاعت الناس الجايه اللي هي طبعا صعبه جدا. ان شاء الله نحاول نعدي الدنيا كلها تمشي بخير ان شاء الله. يا رب. هتعمل ايه يا حاج عامر في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ والله انا كنت طبعا استحضرت الانديه كلها ومجلس اداره الاتحاد في بدايه الموسم على كل الارتباطات اللي موجوده ديت. وشرحتهم الموقف بالظبط اللي ممكن مش مستغرب يعني انا منها، لان انا عارفها من اول السنه وشرحتها. وعرفت كان ان احنا نعمل الدوري مجموعتين او مجموعه واحده دور واحد، ناخد الثمانيه اللي فوق يلعبوا على المربع والعشره اللي تحت يلعبوا على الهبوط. انما الانديه كلها رفضت 18 نادي وقالوا احنا نلعب بالنظام بتاعنا. قلت لهم الدوري ممكن يوصل ل 12 13 شهر. تمام. خاصة إن النادي الأهلي هو مكمل هو المصري من الموسم اللي فات، فممكن يوصلوا عدد المباريات اللي لعبها النادي الأهلي عشان كمان كان مشارك في البطولة العربية. من 65 ل 70 مباراة خلال الموسم. وبالتالي الأمور صعبة جدا. المنتخب عنده خمس ارتباطات، أجندة دولية، مباراة رسمية في كأس أمم أفريقيا تلعب أربعة فاضل المباراة تحت النايجر في شهر 3 18 ل 26/3. شرحت كل الكلام دوت. الأندية صممت على إن احنا نلعب بنفس النظام بتاعنا وإن الدوري يطول مهما يطول لما نكمل بعد أمم أفريقيا، بشرط إن احنا ندي للأندية خمس لعيبة زيادة. طبعا كان القيد قفل قبل يومين، قبل الاجتماع ده بيومين اللجنة الأولى، فاتفقوا على إن الخمس لعيبة زيادة وفي يناير، وهو ده اللي تم مقابل إن احنا نضغط المباريات والأندية اللي تلعب في أفريقيا. اللي بيلعب في ارض يلعب بعد ثلاث ايام قبل ما يسافر المباراه الثانيه، وده يمكن اللي خلاني ما احطش مباراه للزمالك في الفتره اللي هي شهر 2 لشهر 3 عشان في قرعه تكون فدراليه يوم 21 يناير ان شاء الله. تمام تمام. يعني حاج عامر بعد اذن حضرتك تقدر تقول المؤكد ان الدوري ان شاء الله مستمر؟ ان شاء الله مستمر طبعا، بشركات راعيه ومصالح انديه ودفع فلوس كتير في لعيبه. مش مستعمل زي زمان ايمن بين احنا كان يعني الغي الدوري الغي الدوري اوقف الدوري اوقف الدوري. زمان كان في الفلوس اللي بتدفع ديت في 30 الارتباطات ديت، ويمكن في 2011 لما حصلت المشاكل اللي احنا شفناها كلنا الكوره وقفت، الاتحاد الدولي بعت الانديه اللي هي ملتزمه انها تدفع. حصل خسائر كتير فعلا فعلا للاعيبه. لازم الناس تفتكر الكلام دوت الايام دي ما يشتروش ان الموضوع ان الغي الغي، لا. انا اريح واحد بالنسبه لي ان انا الغي يعني. لازم عمال افكر طول الليل وطول النهار عشان افكر يوم هنا ويوم هنا. وبعض الناس برضه ما بيعجبهاش وقالوا كلام ما ينفعش يتقال يعني، انما انا عارف الحقيقه كل واحد يعني كان بيضغط فين وبيبرر ايه للناس بتوعه. فارجو من المنظومه كلها الحقيقه تفتكر الايام الوحشه اللي احنا قابلناها ايام ما النشاط وقف، ويساعد كله على ان الموسم ينتهي بكل مشاكله وارتباطاته، لان الاتحاد الافريقي هو اللي اعلن ان الموسم ده استثنائي واحنا تابع الاتحاد الافريقي، فمش لازم تاكيد ما دام هو استثنائي بالنسبه للاتحاد الافريقي هيبقى استثنائي بالنسبه لنا. فطبيعي ان لما يتلعب بطولتين في سنه واحده ابطال دوري وكونفدراليه والنادي الاهلي عنده البطوله العربيه، ومحدش يقول لي ان الاهلي طب الاهلي لعب ليه كل البطولات ديت، لا الناس كلها عارفه اللي بتقول الكلام دوت ان في حاجات انت بتبقى غصب عنك بتعملها، في حاجات بتبقى مصلحه عامه عن مصالح الانديه وبتدي لك تعليمات ان هي لازم تنفذها من المصلحه. بالظبط بالظبط، زي البطوله العربيه مثلا. الناس اللي هي عامله مش واخده بالها الحقيقه وبتلوم الناس، والاهلي اتدلع في المؤجلات بتاعته واحنا ريحنا الاهلي، كان ده كله مش مظبوط له الارقام. وحتى بعد ما اعلنت ان الاهلي لعب 27 مباراه في 110 يوم منهم 14 عربي وافريقي ومنهم سبع سفريات، لو حطوا وشالوا السفريات السبعه اربع ايام قبل المباراه واربع ايام بعدها، هيبقى الاهلي لعب اقل من ثلاث ايام مباراه. بالظبط.
الناس دي كلها حقيقه يعني عرض ان كله بقى يهدى شويه، لان الموضوع دوت بيدخلنا في مشاكل وبيشحن الجماهير بدون سبب ومن دعايه، والجمهور غلبان يعني. جمهور الانديه بيسمع الناس اللي هم منتمين للنادي بتاعه والناس اللي المفروض ان هم بيتكلموا في الاعلام، فبيوجهوا الناس غلط وبيشحنوا الناس، والناس بتصدقهم للاسف طبعا. عندهم حق يصدقوهم لان هم ولا يعرفوا الاجنده ولا يعرفوا السلطات، هم اللي بيتكلموا عارفين كل الكلام دوت. ان انا بتكلم بلغه الارقام وقلت الاجنده موجوده واطلعها لاي حد، واللي كان عنده حاجه افضل كان يوصف المشاكل اللي هي قابلتنا، وكان عنده حاجه افضل يحطها دلوقتي من بدايه الموسم افضل من احنا عملناه عشان نوفر وقت، يا ريت حتى عادي طبعا انا كنت غلطان يعني في الكلام ده. انت هتسمع كتير يا حاج عامر، طول ما الناس دي عايشه تفضل تسمع كتير، فانت خليك ماشي زي ما حضرتك ماشي، واحنا عارفين كل الارتباطات اللي عملت. مش اسمع من الجمهور، الجمهور انا متعود على كده، لان كنت بلعب ما فيش مشكله مش الجماهير، انما لما الناس مسؤوله او غير مسؤوله تطلع في اعلام تتكلم، هي دي اللي لازم يتحط لها حد. هو حضرتك يا حاج عامر مش في لجنه قيم في الاتحاد؟ وشايف ان هو عارف وبشرح له يطلع يقول كلام عكس الكلام دوت عشان يريح ناس ويزايد على جمهوره، برضه ما ينفعش لما لعيب قديم يبقى موجود ويقول لك الكلام دوت، وهو كان بيلعب على خمس يوم وسادس يوم، وكان بيقع على خمس يوم وسادس يوم، وبرضه ما ينفعش. انما الجمهور انا استحمل الجمهور، انما اللي في المنظومه وهم بيغلطوا بفعل فاعل ويقولوا كلام غلط بفعل فاعل وهم عارفين وهم بيقولوا غلط، هم دول مش مظبوط. طب هو حضرتك يا حاج عامر بعد اذنك، المنظومه كلها هتتضرب. حاج عامر بعد اذن حضرتك، سامعني يا حاج عامر؟ انا ايمن بدر. معاك استاذ بدر. هو حضرتك ليه لما بيحصل حاجه من مسؤول بيحاول يثير الراي العام ويعني يضرب في صلب عمل لجنه مهمه او صلب عمل الاتحاد، فين لجنه القيم؟ ليه حضرتك ما بترفعش الامر ده لمجلس إدارة الاتحاد وبتقول لهم والله إن أنا بأواجه مشكلة، والمشكلة دي هتأثر على سير المسابقة وقد تتسبب في مشاكل ومصادمات في المدرجات، فيجب إن لجنة القيم هنا تتدخل، ويجب إن مجلس إدارة الاتحاد يتدخل إعلاميا وقانونيا وبكل الوسائل؟ ليه ما بيحصلش الكلام ده يا حاج؟ ما يحصلش ان مجلس الاداره، ما هو سامع وعارف وكل يوم في الاتحاد وعارفين وهم في المجال وعارفين. طب هم بيثيروا السلامه يعني ولا بيفضلوا يعني عدم الصدام؟ ما اعرفش خلفيه الموضوع يعني، انا برضه مش عايز يعني اصدر مشاكل، انا ما اعرفش خلفيه في مجلس الاداره عايز يتدخل، انت عايز يتدخل، عايز يخش في مواضيعات، مش عايز يخش في مواضيعات، انما انا بعلم زي ما هم بيعلنوا للراي العام كلام مش مظبوط، انا بطلع بوضح وبرد على كل الناس بارقام. صحيح. الارقام واضحه وجبت امثله في مواسم قبل كده، كان نادي الزمالك نفس الوضع. وحضرتك بتزعل ليه يا حاج عامر؟ حضرتك بتزعل ليه اصلا؟ انا بقول لهم حتى اجيب مقارنه بانه حاجه حصلت مع نادي الزمالك وحاجه حصلت مع النادي الاهلي، لو لقيته فرق، لو لقيته مره لعبنا المقدمات بالترتيب ابقى انا غلطان، لو لقيته حد لعب اقل من ثلاث ايام يبقى انا غلطان يعني. يا حاج عامر كلها اتفضل. انت بتزعل ليه بس قول لي؟ يعني ازعل ازعل بجد لما تحس ان المسؤول مسؤول فعلا وليس اسما. انا بقول لحضرتك انا بزعل على المشاحنات اللي بيعملوها الجمهور بينه وبين بعض. مفيش، احنا خلاص احنا كاهلي والجماهير الاهلاويه بقت متفهمه وعارفه كل اللي بيحصل حواليها، وعارفه الحاج عامر حسين قد ايه ومضغوط، وعارفه ان الكلام اللي بيتقال اي كلام في اي كلام وخلاص. انا بالنسبه لي انا، لان حضرتك عارف ان انا اصلا يعني انا قاعد عشان الكابتن هاني ضغط عليا عشان اقعد، انما انا اصلا انا زعلان لان انا في منظومه الكوره من عند 14 سنه 13 سنه وشايف الناس في الشارع فاهمه الكلام غلط وماشي بسمع الناس، والناس بتغل لبعض، والناس قلبها محروق على كل واحد على فرقته لانه مديله معلومات غلط. الكلام ده كله ضرر للناس، ضرر للجمهور ويشحن الناس، انما انا متعود على كده من ايام ما كنت بلعب، وعارف كل واحد بيعمل ومصلحته ايه، وعارف دوت بيقول كده علشان عايز مصلحه ايه بعدها، انا فاهم الخريطه كلها، لان انا مش جديد على المنظومه بتاعت الكوره. انا بتكلم عن الغلاسه، الغلابه ديت اللي احنا وصلنا قبل كده لمشاكل كتير في المدرجات، وبدانا المشاكل وشفنا قبل كده في المباراه الاخيره بتاعت الاتحاد والزمالك، كراسي بقت تتحدث دلوقتي وتتكسر، يعني رجعنا تاني والناس تقول لك عايزين ندخل جمهور، دخل الجمهور ازاي؟ واحنا خمس ثلاث متفرج بيعملوا مشاكل، احنا نسينا اللي فات.
فلازم يبقى في وقفه عشان الناس تفتكر كل شويه ان المشاكل ديت وراها هيبقى في كوارث. فلازم انا اقول للناس الكلام دوت. انما انا بنقول انا لا انا زعلان، انا زعلان على الناس اللي بتهد حاجه ماشيه وبنحاول نرجعها زي ما كانت. الناس انبسطت، الناس تستمتع بالكوره، الدوري بقى قوي، في مباراه قويه. فبدل ما نوجه الناس هي تستمتع بالكوره ونسجل لعيبه تستمتع بالكوره، لا الاجهزه تبرر للعيبه الاحصان بتاعها. وبعدين مجلس الاداره يوم مصدر للجمهور لو في اخفاق في اي مباراه، فكل واحد بيصدر للثاني المشكله. اصلا المشكله بتروح للجماهير اللي هي عصب المنظومه كلها. حاج عامر، الناس عارفه حضرتك مين كويس، والناس يعني زي ما بدر لسه يعني بيتكلم عليك ازاي، والناس في الوسط الرياضي عارفين مين الحاج عامر. ربنا معاك، وان شاء الله تنظموا البطوله الافريقيه على احسن ما يكون، وان شاء الله تلم برضو موضوع الدوري. بصراحه حمل تقيل يا استاذ ايمن. انا بس عايز اقول الله نتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله كابتن حميد، واهم حاجه البطوله بتاعت امم افريقيا ديت الفرحه اللي الناس عاشتها امبارح بالامم الافريقيه وتنظيمها والكابتن محمد صلاح. اكيد فرحتين كانوا فيهم واحد. اكيد الحقيقه كانت حاجه جميله جدا، ونتمنى طبعا 24 دوله لاول مره هتنظم بطوله ب 24 دوله. انما الكابتن هاني الحقيقه انا بيبقى عندي ثقه فيه عمياء، لان اتدربت من 2006 و2009 في كل البطولات اللي فاتت. عنده القدره في حته التنظيم ديت، بيحط كل واحد في المكان المناسب وبيقدر يسيطر على المجموعه كلها ان احنا نطلع في افضل حال يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا حاج عامر قبل ما تخرج من المداخله. هو معانا حاج عامر لسه معانا؟ معانا معاك. يعني حضرتك ما تلتفتش لمصالح ضيقه، يعني انت بتشتغل للصالح العام، والصالح العام في النهايه هيثبت وهيؤكد انك انت كنت بتشتغل للصالح العام، لانه اصحاب المصالح الضيقه او اللي بيحاولوا يصنعوا لنفسهم بطوله من خلال تصريحات يعني يثيروا بيها الجماهير، مسيرهم هينكشفوا، لان الجمهور في النهايه واعي، وفي الجمهور في النهايه ممكن بيبقى حساس وبيحب ناديه، لكن في النهايه الحق هو اللي بيبقى باقي. فاللي ثبتك ووفقك في الفترات اللي فاتت دي كلها في ظل يعني دوري كان في ظروف عصيبه وارهاب وما الى ذلك، والحمد لله انت يعني مع زملائك عبرت بالمرحله الصعبه دي. ان شاء الله المرحله اللي جايه دي هتبقى مرحله لتثبيت الدوري بقى من السنه اللي جايه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، وطبعا اقول للناس كلها ان الموسم ده موسم استثنائي، والموسم اللي جاي حضرتك هنبقى زينا زي العالم كله. الموسم بيبدا من شهر 8 وينتهي شهر 5. الاتحاد الافريقي عمل كل الامور الاستثنائيه ديت عشان نرجع للطبيعه تاني بتاعت الكوره في العالم كله. الموسم اللي جاي ان شاء الله هيبقى زي اللي فات اللي احنا خلصنا فيه شهر 5 قبل كاس العالم. فالناس تستحمل بس الفتره ديت ولغايه ما نعدي الامور على خير ان شاء الله. ان شاء الله. حاج عامر حسين بشكرك شكرا جزيلا، وربنا معاك ان شاء الله في الفتره الصعبه المقبله. شكرا جدا.